بناء على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11 اللي تفضل جلالته وطبعا ركز بقوة على موضوع الماء والاستثمار، وفي إطار الموضوع الاستثمار خطب صاحب الجلالة كل المهتمين بهذا الموضوع، يعني حكومة السلطة التشريعية وكل المتتبعين المراكز الجوية للاستثمار إلى غير ذلك من طبعا الانتباه لأهمية المستثمرين أجانب كانوا أو مغاربة. المثل تيقول رأس المال جبان، ما العمل؟ ما العمل؟ في هذا الإطار صاحب الجلالة قال أودي شجعوا المستثمرين الأجانب ولجؤوا للتحكيم وللوساطة على أساس أن يعني نيسر ونسهل الأمور. دابا المستثمر الأجنبي حيت يبغي يجي للمغرب تيتصل بالمسؤولين ديال الدولة اللي تينتمي لها في السفارة ديالهم تيقول لهم واش يمكن نجي؟ الحمد لله الاستقرار يعني السياسي والأمني البلاد تتنعم به، ولكن تتكون غالبا ملاحظات حول المدة اللي تيقضيها الواحد حينما يلجأ للقضاء التجاري أو للقضاء العادي في منازعات تجارية وأمور بحال هذه. لماذا؟ لأن الأمر يتطلب لجوء الخبراء ولمعاينة إلى غير ذلك. صاحب الجلالة إذن قال يسروا توجهوا لما تقوم به دابا الدول والمعاهدات الدولية كلها دابا ولات تتركز على التحكيم والصلح وإيجاد الحلول، يعني أكاد أقول أقل حدة وأكثر سلاسة بالنسبة للمستثمرين. في هذا الإطار إذن قام الفريق الحركي بدعوة السيد وزير العدل المشكور اللي قبل باش يحضر معنا ويعطينا فكرة على تقدم يعني أشغال الوزارة في هذا الميدان بعد القانون 95-17. و بغينا من خلال السادة الخبراء الدكاترة اللي تيدخلوا في الموضوع، دكتور بن سالم أوديجا مدير الشؤون المدنية، الدكتور سيدي محمد القصري وكيل قضاء المملكة، الدكتور مصطفى بونجا محامي ومحكم معروف يعني على المستوى الوطني بل والدولي، والدكتور عبد السلام الإدريسي اللي هو كذلك أستاذ جامعي ومتضلع في هذا الميدان اللي تقريب هذا طبعا هذا اللي تقريب الموضوع من كل الزوايا ديالو للبرلمانيين للخبراء للباحثين للمتتبعين وطبعا للمشرع قصد السهر على إصلاح ما يمكن إصلاحه، قصد كذلك الوقوف عند مجموعة التوصيات اللي توصلنا بها واللي بصراحة غتكون إن شاء الله رافعها اليوم الميثاق الاستثمار الجديد بعد مناقشة مستفيضة تمت المصادقة عليه على مستوى مجلس النواب. مقتضيات التحكيم والوساطة موجودة والصلح موجودة داخل هذا القانون الإطار، وإن شاء الله كنا طابعين باش تنزيل ديال القانون الإطار يتم خلال هذه السنة بحيث تعهدت الحكومة وهذه المرة داخل القانون نفسه أن كاين مراسم اللي غادي يتم تنزيلها في 3 شهور الأولى، كاين 6 شهور 9 شهور 12 شهر، يعني أن هذا المسلسل كله ديال تنزيل قانون الإطار الاستثمار
ان شاء الله غادي يتم في بحر هاد السنه بموازاه دابا اللي كاين كذلك قانون تيهم المناطق الصناعيه، وانتم شفتوا راه كاين تتبوع وغادي يتم غدا ان شاء الله المصادقه عليه، وقد صادقت اللجنه باجماعها على هذا القانون، الجميع اغلبيه معارضه حكومه خارج. طبعا كاين قضايا اللي تتطلب مواقف سياسيه الى غير ذلك، احنا في هذه المواضيع بالذات يدنا في يد الجميع من اجل التقدم ان شاء الله بما يمكن ان يفيد الوطن والمواطن وخلق فرص الشغل على اقرب وجه ممكن. شكرا لكم على العنايه. حيث قال صاحب الجلاله